استكمالا للمثال السابق والخاص بإعداد قائمة التدفقات النقدية، يمكن إعداد قائمة التدفقات النقدية في ضوء المعلومات السابقة باتباع الخطوات التالية. الخطوة الأولى تتمثل في تحديد التغير في رصيد النقدية كما ذكرنا، وذلك بمقارنة رصيد آخر الفترة بأول الفترة، وذكرنا أن الزيادة في النقدية ما بين أول الفترة وآخر الفترة بلغت 550 ألف ريال، حيث كان رصيد آخر الفترة 1700 بينما كان رصيد النقدية في بداية الفترة 1150. إذن التغير الذي حدث في رصيد النقدية كان تغيرا بالزيادة مقداره 550 ألف ريال. ثم تأتي الخطوة التالية وهي إعداد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، والذي يتم كما ذكرنا بطريقتين، إما الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة. ويمكن إعداد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بالطريقة غير المباشرة كما ذكرنا على النحو التالي. نبدأ بصافي الدخل المعد وفقا لأساس الاستحقاق والذي بلغ 1050 ريال، حيث يتم تعديله بالإضافة أو النقص، تعديله بالعناصر التي لم تؤثر على النقدية، بمعنى العناصر التي لم يترتب عليها دخول أو خروج نقدية، والتي تمثلت في مصروفات الاستهلاك، حيث حدثت زيادة خلال الفترة في مصروفات الاستهلاك مقدارها 50 يتم إضافتها إلى صافي الدخل. أيضا النقص الذي حدث في المخزون ومقداره 250 يتم إضافته إلى صافي الدخل، وكذلك الزيادة التي حدثت في رصيد الدائنين ومقدارها 300 تضاف إلى صافي الدخل، ثم الزيادة التي حدثت في رصيد المدينين ومقدارها 450 ريال. هذه الزيادة أدت إلى زيادة الإيرادات، مما أدى إلى زيادة صافي الدخل المعد وفقا لأساس الاستحقاق، وهي إيرادات لم يترتب عليها تدفق نقدي داخل، لذلك يجب تخفيض صافي الدخل المعد وفقا لأساس الاستحقاق بتلك الزيادة. هناك أيضا زيادة في مصروفات المستحقة، حيث كان كما ذكرنا رصيد المصروفات المستحقة في نهاية الفترة 400 بينما كان في بداية الفترة 300، وهذا يعني أن هناك زيادة حدثت في رصيد المصروفات المستحقة ينبغي إضافتها إلى صافي الدخل المعد وفقا لأساس الاستحقاق. وبتعديل صافي الدخل المعد وفقا لأساس الاستحقاق بتلك البنود أو العناصر التي لم تؤثر على النقدية، نصل إلى أن صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بلغ 1300 ريال. ويلاحظ عند تحديد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما يلي: تم إضافة المصروفات غير النقدية والخسائر إلى رقم صافي الدخل، وتتمثل هذه المصروفات غير النقدية فيما يلي: مصروفات استهلاك الأصول الثابتة، وكذلك أيضا كما ذكرنا استنفاد الأصول غير الملموسة وخصم إصدار السندات، أيضا النقص في الأصول المتداولة والزيادة في الالتزامات قصيرة الأجل. فعلى سبيل المثال كما ذكرنا في المثال، نجد أن الزيادة في المصروفات المستحقة والتي بلغت 100,000 ريال تعبر عن مصروفات ظهرت في قائمة الدخل المعدة وفقا لأساس الاستحقاق، وهي مصروفات لم يترتب عليها أي تدفقات نقدية خارجة خلال الفترة، كما أن النقص أيضا الذي حدث في المخزون ومقداره 250 ريال، والزيادة التي حدثت أيضا في رصيد الدائنين ومقدارها 300 ريال، يعكسان معا زيادة في تكلفة البضاعة المباعة نتيجة لزيادة المشتريات والمحتسبة على أساس الاستحقاق عن تلك الزيادة التي تحتسب وفقا، أو عن تلك التكلفة التي تحتسب وفقا للأساس النقدي. أيضا تخصم الإيرادات غير النقدية والمكاسب من صافي الدخل، وتتمثل أهم تلك الإيرادات غير النقدية فيما يلي: في استنفاد علاوة إصدار السندات ونصيب الشركة القابضة من أرباح شركاتها التابعة، أيضا في الزيادة في الأصول المتداولة، والنقص في الالتزامات قصيرة الأجل. ففي المثال الذي بين أيدينا نجد أن الزيادة في رصيد المدينين ومقدارها 450 ريال تعني أن المتحصلات النقدية من المبيعات السنوية تقل عما يظهر في قائمة الدخل المعدة وفقا لأساس الاستحقاق. نأتي إلى الخطوة التالية
بعد أن تم إعداد قائمة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، يتم تحديد التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية ثم من الأنشطة التمويلية. التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية وتتمثل في الآتي: في الزيادة أو في التدفقات النقدية الداخلة والتي ترتبت على بيع جزء من الاستثمارات طويلة الأجل ومقداره 100,000 ريال، حيث كان رصيد الاستثمارات طويلة الأجل في نهاية العام 1300 ريال، بينما كان رصيد الاستثمارات طويلة الأجل في بداية الفترة 1400 ريال، وهذا معناه نقصان في رصيد الاستثمارات طويلة الأجل مقداره 100,000 ريال، تعبر عن تدفقات نقدية داخلة من الأنشطة الاستثمارية. أيضا بالرجوع إلى قائمة المركز المالي، نجد أن رصيد الأصول الثابتة كان في بداية الفترة 1700 ريال، أصبح رصيد الأصول الثابتة في نهاية الفترة 1950 ريال، وهذا يعني أيضا أنه قد تم شراء أصول ثابتة بمقدار 250,000 ريال تمثل تدفقات نقدية خارجة من الأنشطة الاستثمارية. تحديد التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والتي تمثلت في الآتي: بالرجوع إلى قائمة المركز المالي في جانب الالتزامات وحقوق الملكية، نجد أن رأس المال المتمثل في إصدار الأسهم كان رصيده في بداية الفترة 1700 ريال، أصبح رصيده في نهاية الفترة 1900 ريال، وهذا يعني زيادة في رصيد رأس المال، أي أن الشركة قامت بإصدار أسهم خلال الفترة مقدارها 200,000 ريال، ترتب عليها تدفقات نقدية داخلة بهذا المبلغ. أيضا بالرجوع إلى قائمة المركز المالي في الالتزامات وحقوق الملكية، نجد أن رصيد السندات في بداية الفترة كان عبارة عن 1,500 ريال، أصبح رصيده في نهاية الفترة 1,200 ريال، وهذا يعني أن رصيد السندات قد نقص خلال الفترة بمقدار 300 ريال نتيجة قيام الشركة بسداد تلك السندات، وهذا يعبر عن تدفقات نقدية خارجة. أيضا في المعلومات الإضافية، بلغت توزيعات الأرباح التي تمت نقدا خلال الفترة 500,000 ريال، وهي تمثل تدفقات نقدية خارجة من الأنشطة التمويلية. واعتمادا على الخطوات السابقة، تظهر قائمة التدفقات النقدية لشركة الأمل على النحو التالي: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 1050 صافي الدخل، ثم يتم إضافة وخصم العناصر التي لم تؤثر على النقدية كما ذكرنا، وبلغ مجموعها 250، نصل إلى أن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 1300، ثم نقوم بإعداد التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتي تمثلت في بيع استثمارات طويلة الأجل ترتب عليها تدفق نقدي داخل مقداره 100 تم إضافته، ثم شراء أصول ثابتة بمقدار 250 ريال ترتب عليها تدفق نقدي خارج تم خصمه. إذن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية عبارة عن 150,000 ريال بالسالب، التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والمتمثلة في إصدار أسهم بالزيادة بمقدار 200 ريال ترتب عليها تدفق نقدي داخل تم إضافته، ثم توزيعات أو سداد السندات بمقدار 300 ريال ترتب عليها تدفق نقدي خارج تم خصمه، ثم توزيعات الأرباح التي تمت نقدا ومقدارها 500,000 ريال وهي تعبر عن تدفق نقدي خارج تم خصمه أيضا. إذن صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية بلغ 600 ريال. بالإضافة والخصم، نصل إلى أن صافي التدفقات النقدية من كافة الأنشطة 550,000 ريال، وبإضافة رصيد النقدية في 1/1/33 ومقداره 1,150 ريال، نصل إلى رصيد النقدية في نهاية 1433 ومقداره 1,700 ريال.